بداية، المقبرة هي مكان يدفن به الأموات سواء بشكل فردي أو جماعي. وكما كان يعرف قديما عند بعض الحضارات، تزين المقابر لملوكها. مرحبا بكم في دونور، مرحبا بكم في الخميس، مرحبا بكم في المغرب اللي بلا تاكلوا هذه غير هو في الملعب، راه ما غتلقاوش هذاك الشيء اللي كتشوفوا في الشارع. هو كاس المغرب باش نقول لك كاس ما غتخش من دونور. هذا الرياضي في ضعف وامام انصاره. الكبريت يتولى في كازابلانكا في اجواء يعرف سرها جمهور الوداد العالمي. هذه الاجواء بدون تعليق.